سلال مرحبا بك. سلال أنا أنت كما كيعرف الجميع أنك اليوم أصبحتي واحد البطل والكل كيتكلم عليك، ولكن كاين واحد التاريخ اللي هو 7/11/14 قلتي في وقت من الأوقات أنك تلاقيتي مع الملك، ولكن غير في المنام يعني غير في الحلم يعني كنتي ناعس وحلمتي بأن الملك تلاقيتيه وقلتي بانه عطاك على ما قلتي لشي موقع الكتروني بانه عطاك واحد الورقه خضراء ياك بانوا لي فيها ثلاثه الارقام 14/7/11. سلال الا تلاقيتي الملك شنو تقول له ولا شنو تطلب منه؟ الملك اللي كنطلب منه انا عشان الملك نصر الله الله يحفظه والله يحفظ مولاد الحرام اللي نطلب منه هي هاد الحلمه هادي اللي فسروا لي العلماء هي اللي كنطالب نطالب انايا. لا لا دابا خلينا من الحلمة انت الا طلقتي الملك صدفة ولا الملك طلقك طلقتيه شنو تطلب منه؟ اللي نطلب منه انا قلت لك نطلب غير هاد الحلمة هي يفسروا لي العلماء نعاود نقول لها حلمت بك حلمت بك كاين هو كاين اللي شفت فين يعني ما غادي تطلب منه حتى شي حاجة نطلب منه والو طالب غير هاد الحلمة يفسروا لي العلماء انت واش انت باللي حلمتي الملك حلمتي كتهضر معاه ولا حلمتي غير عطاك شي حاجة؟ انا لا نعاود لكم داكشي اختي نعاود لكم كيفاش توقع انا ناعس وحلمت الطوموبيل وقفت نزل الملك ركب اللور نزل كي نزل جبد ورقه ما قال لك لا سلام لا والو ما قال لي لا سلام لا والو انا ما كاين لا سلام لا والو وما قال لي لا السلام عليكم ولا والو انا هو ما هضر معايا وانا ما هضرت معاه المهم كي نزل من الطوموبيل جبد ورقه خضراء ولكن ماشي جبدها من الجيب جبدها من هاد الجيب هذا جبدها من هنا من عطاني ديك الورقه خضراء من عطاني ديك الورقه خضراء بانت ليا فيها 14/7/11 درت شديتها كي شديتها من عدو ما بقات حتى شي حاجه بانت ليا ما بقيت تذكرت شي حاجه ما بقيتش صافي انتهت الحلمه سمعت بان البوليس استدعوك اليوم صح ولا لا؟ ماشي استدعوني اليوم انا عيح لما سمعت على خبر الناس اللي كيقولوا قالوا لي راه المخزن دابا كيقولوا خصنا نديروا مع داك السيد بحث هذوك القواس اللي هبط ليهم ماشي هبط لهم من خاطره من دون شعور ديالو مقرقب ولا داير شي حاجه ماشي هبط لهذوك القواس مقرقب ولا داير شي حاجه مخدر باش هبط لهذوك القواس ماشي لخاطره ولكن انا واخا كيشوفوني في ديك الحاله ولا في ديك الغمال والغمامه اللي مضروبه عليا الله خشعني كيما الله سبحانه ملي كتبغي تصب الشتاء كيبان لك الغمام كحال ويبان لك الضباب كيما هكاك انا طرا ليا الخشع هو اللي عندي تخشعت وهذاك القادوس اللي سرحت انا قبل ما نسرحو عرفت راسي باقي جاي عرفت راسي هذاك القادوس انا غنسرحو ثقه في النفس غنسرح هذاك القادوس دابا خلينا من القادوس دابا انت ما عيطوكش الان ما عيطوكش البوليس دابا ما عيط عليا حتى واحد ولكن انا سمعت هذا غير هضره سمعتيها مزيان